مرحبا بقلب شلونكم، شو اخباركم؟ طبعا اليوم حبيت اعرض لكم فيديو وشوف السخافه مال هذا الفيديو. وطبعا اكو ناس متابعت هذا الولد اسمه جنيد، واكو بعض مقاطع يعني تخزي يا اخي تخزي، يعني تريدك فد مقطع بهدف بفد شيء يعني حلو، وش مالك الا الفنان والفن يا فنان خاطر الله. يعني شوفوا هذا الفيديو، يريد يطش من ورا زوجته يعني ما قدر، سوى هاي السالفه، والله واحد والله ما كذا، وانا راح اعلمكم وانا راح اسوي وما اسوي. تعالوا شوفوا الفيديو وشوفوا، طبعا اكو فيديوهات قبل اللي يحب يطب على قناته ويشوف الفيديوهات يعني كل سخيفه. تعال شوف هذا الفيديو. طبعا نشرت صوره عنوز بدون سمايل بالغلط، والنشر طول 15 ثانيه وحذفت الصوره ونزلتها بالسمايل. خلال هاي 15 ثانية 30 شخص شاهد الستوري، من بين هاي 30 شخص يمكن 25 شخص نقص وقذر خذ سكرين شوت وظل ينشرها بالجروبات. فأنا أصحاب الجروبات والبيجات وأصحاب الحسابات اللي ما مخلين صورهم يتوقعون راح يختلون، لا تتوقع أنت خاتل، ترى أنت تحت الهدف، لا تتوقع، ترى عندك تليفون وبي آي بي وممكنك على شبكة. والله العظيم والله العظيم راح تشوفون إنسان من أنا ورايح ما تعرفوه، كلكم ما تعرفوه، حتى انتم متابعين راح تشوفون هذا الفيديو انتم ما راح تعرفونه بعد. تمام، حاط لك صوره جوكر، لو حاط لك صوره سوداء، لو ظلمه، لو مسوي روحك ما ادري منو، وعبالك خاتل انت، كل شيء تسوي ما حد يعرفك. لا حبيبي، ترى والله العظيم انت سهل جدا، كل سهل، وراح تشوف انسان الله اكبر. ما اريد احكي واسولف، راح اخلي الافعال هي السولف. تمام، اللي يقول انت ناشرها انا هنا قاعد برزمتي امنع اي شخص ينشرها. خوش، انا منعك تنشرها. تمام، فمن اشوفك ناشر انا راح احقك. تمام، عشائريا وقانونيا بيني وبينك الوقت اصحاب الجروبات والبيجات المسمومه، وحق علي بن ابي طالب. والمشكله هي المشكله وين؟ المشكله تظلوا تبوسون بالقنادر، لا تشرون، لا تصورون، اهلي عمامي مثل النسوان، مثل النسوان ظلوا تتبكبكون، بس هالمره لا، هالمره نضحك العالم عليكم. شباب شلونكم؟ شباب طبعا سمعتوا هذا الفيديو، هذا الولد اسمه جنيد. زين انت اذا هيجي تخاف على مرتك ليش تطلعها وياك؟ ليش كل فيديو مطلعها؟ ودور المشكله يعني ملتقون بي، اكو بعض قنوات ملتقي بي، الفنان الممثل، بالله شنو محتوى؟ انطيني محتوى عنده، المحتوى اللي عنده شنو؟ شنو اللي مسوي؟ يعني يكمش ايد مرته بابا ماما شنو المساخه؟ يعني شوفوا لوين وصلت. يعني انت زلمه حاط ايد مرتك تبوس بيها، زين وبابا وماما شنو هالمهزله هاي؟ بابا شنو انت زلمه بوس ايدها عادي، ماكو مشكله، ماكو مانع، بس مو بتبوس ايده وتنشر يابا شوفوني عيب يابا، ما راحت الرجوله ولو انت ملك رجوله. اصلا انت ما احس انت رجوله، اصلا كل رجوله ما انو تعدك. يا انا اقول لك يا بابا بطلين ذي السؤال، وراح شوفوا راح اراويكم وجه ثاني اصدقائي، ما اعرف شلون كلكم انتم متابعيني، شنو تهدد متابعيك انت تهدد ذول اللي ماخذين صورك. يعني بس انا اقول لك شغله، انت تريد تطش براس مرتك نشر صورتها وسويت هاي السالفه كلها على مود الطش، خوش على مود هاي السالفه كلها نشرتها او دابا ما تدري وكذا هاي، بس انت تريد تطش بهاي السالفه. فكرت شو شلون اطش، ما قدرت. قال لي يا اخي عيب هاي السالفه، انت تريد تطش براس مرتك، والله نشرت صوره وما اعرف شنو والجوكر والمتر، شو ايش راح اسوي بيكم وخليكم تبوسون ايدين؟ شنو تبوسون ايدين؟ شنو ايش بيك انت؟ انتبه لكلامك. يعني انت يا اخي ما اطلع مرتي، ما اطلعها، لا تطلعها وياك اساسا، لا تطلعها وتخليها تصور وياك على حسب الاصول، لو ما اخليها. اول شيء انت يعني ما مسموح لك بان تهدد فلان وعلام اللي اخذ صوره، انت ناشرها ما حد ناشرها غيرك، انت ناشرها وبعدين تراجعتها والله ما اعرف شنو. حبيبي نشرت الصوره وراحت، بعد ما تحكي تنشب وتسكت، تهمتني لو لا؟ يا اخي من تريد تصور لك شيء صور شيء بحظ ومفيد للمتابعين، وانت صوتك اللي تابعك. طبعا انا ما اتابعك، بس انت شفته على طريق الصدفه، بس انت صوت متابعيك
زين مو صوتك انت تهدد المتابعين راح يشوفون وجه ثاني وانتوا اللي ما اعرف شنو اللي شوف ايش راح اسوي بيكم الناشرين صورة مرتي والما بابا بطلها هاي السالفة فهمت وعيب عليك تريد تطش براس مرتك عجاب والله ها نشرت وانا ما ادري